كليات تقبل من 7% علمي علوم 2023. التعليم العالي توضح. كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات عن حقيقة الكشف عن الحدود الدنيا لكليات تقبل من 7% علمي علوم 2023 للجامعات الحكومية، مؤكدة أن حتى الآن لم يتم الكشف عن الحدود الدنيا لأي كلية نظرا لعدم إعلان الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2023 والثانية أيضا وكذلك نتائجها، مشيرة إلى أنها فور الانتهاء من تنسيق المرحلة الثالثة تعلن الوزارة كل الحدود الدنيا للكليات للشعب المختلفة. تنسيق الجامعات 2023. في النقاط التالية كليات تقبل من 7% علمي علوم 2023 وفقا لما كشفت عنه وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات عبر موقع التنسيق. العلوم الزراعية البيئية العريش 287. تجارة انتساب موجه دمياط 287. تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 287. تربية طفولة كفر الشيخ 287. تربية سهاج 287. زراعة سهاج 287.